صباح الخير واضح. احنا شابات تونسيات نسويات ناشطات في المجتمع المدني، قررنا نقوم بالحملة هذه لتعبيرنا عن نقص وسائل منع الحمل في تونس، رغم انه فما ترسانة قانونية تقول انه توفير وسائل منع الحمل بالمجان في المراكز الصحة الانجابية، لكن رغم ذلك كل يوم يتزايد النقص. تحدثنا في الفيديو عن وسيلة من وسائل منع الحمل. أحسنة. شوف لي هذا مكان موجودين ولا لا؟ والله خويا باش نقول لك، البرودوي هذا صعيب باش تلقاه. باش تنصحني نعم. يوقع الحل الآخر، جوست ما عندناش منه في ستوك. وي يظهر لي ما فماش. تي بارتو ما فماش، من قبيله وانا ندور من البلاصه لبلاصه. باهي، اما انا راني ايست، تقول عاملين علينا مزيه. لا. ديما يبقى لنا الحل الآخر. اوكي. تفضل. اعطيني هذا كمان. ويوم 8 مارس اليوم العالمي للنساء سنقوم بحملة أخرى على الإجهاض في تونس.